شو الصينية اللي بتعقد فيها قمة الـ20، واحنا ننتقل الآن علشان نشوف كلمة الرئيس الصيني تشان يانج في افتتاح قمة مجموعة الـ20. يعني خلينا نروح في بس مباشر إلى الصين. العولمة الاقتصادية تعاني من النكسات ومن الحماية والاتجاهات الداخلية في التزايد، ونظم التعددية التجارية تحتاج لتجمع. فبالرغم من التقدم الكبير الذي أحرز فيما يتعلق بالنظم التنظيمية المالية، إلا أن مخاطر الضغوط المفرطة والفواقع على الاقتصاد تتنامى. وتحت كل هذه الآثار، فإن الاقتصاد العالمي بينما ما زال في طريقه من أجل التعافي، إلا أنه يواجه مخاطر متعددة والتحديات مثل النمو البطيء والبطء في الاقتصاد والهشاشة في السوق المالية والنمو البطيء في التجارة الدولية والاستثمار. إن مجموعة الـ20 تتضمن الاقتصاد العالمي الكبرى، والمجتمع الدولي له توقعات كبيرة بالنسبة للمجموعة الـ20، ويضع الآمال الكبيرة على قمة هانجو هذا. وأرجو من هذه القمة أن توفر الحلول التي تعالج هذه المظاهر والأسباب الجذرية للمشاكل الاقتصادية العالمية، وأن نتوصل تنمية اقتصادية شاملة متوازنة مستدامة وشاملة. أولا، في مواجهة هذه التحديات فعلينا أن نقوي التنسيق في السياسات الاقتصادية الكلية، وأن ننهض بطريقة مشتركة في النمو الاقتصادي والاستقرار المالي الدولي. وأعضاء مجموعة الـ20 عليهم أن يسعون من أجل سياسات اقتصادية كلية أكثر شمولية، بما في ذلك الحقائق الوطنية والتنسيق المالي والنقدي والإصلاحات المالية الهيكلية، وذلك من أجل التوسع في الطلب العالمي المتزايد وتحسين نوعية الإمداد وتعزيز أسس النمو. وعلينا أن نستمر في تقوية تنسيق السياسات وتقويتها والتغلب على الآثار السلبية. ثانيا، في مواجهة هذه التحديات علينا أن نجد الطرق الجديدة من أجل النمو وأن نولد قوة دفع من أجل النمو الجديدة. إن مجموعة الـ20 على أن تغير من نهجها السياسية وأن تولي أهمية متساوية فيما يتعلق بالسياسات القصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل، وأن تصلح في الجانب الإمدادي والتنمية. هذا العام نتفق على المسودة لمجموعة الـ20 بشأن النمو والمبتكر، وقد أحرزنا قرار وتوصلنا إلى قرار جمعي من أجل الطريق الجديد والتوسع في جبهات جديدة للاقتصاد العالمي، وذلك من خلال الابتكار والإصلاح الهيكلي والثورة الصناعية الجديدة وتنمية الاقتصاد الرقمي. ثالثا، في مواجهة هذه التحديات علينا أن نحسن من الحجم الاقتصادي العالمية ونقوم بتقوية الضمانات المؤسسية. أن مجموعة الـ20 على أن تستمر في تطوير النظام الدولي النقدي والمالي والهيكل الخاص بالمؤسسات المالية، وأن تستخدم بطريقة كبرى دور من صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة به. علينا أيضا أن نقوي شبكة السلامة المالية العالمية وأن نعزز التعاون فيما يتعلق بالأنظمة المالية والنظم الضرائبية الدولية ومحاربة الفساد وتعزيز قوة الاقتصاد العالمي ضد المخاطر. هذا العام قمنا بتجديد الفريق الفنية المالية الدولية لمجموعة الـ20، ونأمل أن تستمر هذه المجموعة في عملية وأن تصبح أكثر فاعلية. رابعا، ففي مواجهة هذه التحديات فعلينا أن نبني اقتصاد عالمي مفتوح، وأن نستمر في تسهيل وتعزيز تحرير التجارة والاستثمار.
إن مجموعة العشرين عليها أن تحترم التزامها بعدم اتخاذ تدابير حماية جديدة وتقوية التنسيق والتعاون بشأن سياسات الاستثمار وأن تتخذ خطوات معقولة من أجل تحفيز نمو التجارة. أن التواصل في البنية التحتية أمر يجب أن يعزز، وذلك من أجل أن نجعل البلدان النامية والبلدان والشركات الصغيرة المتوسطة أن تكون في سلسلة القيمة العالمية، وأن نجعل من الاقتصاد العالمي أكثر انفتاحا وأكثر تكاملا. خامسا، وفي مواجهة هذه التحديات علينا أن نقوم بتنفيذ برنامج 2030 للتنمية المستدامة وتطوير التنمية الشاملة. وبموجب الإحصائيات ذات الصلة، فإن مؤشر جيني قد تعدى المستوى المزعج الذي يصل إلى 0.6، وقد وصل معدل 0.7 على المستوى العالمي، وهي مسألة يجب أن نوليها الاهتمام البالغ. هذا العام أن التنمية في أوائل برنامج مجموعة العشرين، وقمنا بصياغة خطة عمل من أجل تنفيذ أجندة 2030 من أجل التنمية المستدامة، وإننا أيضا سوف ندعم تصنيع افريقيا والبلدان الاقل نموا، وسوف نتوسع ايضا في الوصول الى مجالات الطاقه والنهوض بالدمج المالي وتشجيع الشباب لكي يقوموا ببدء اعمال خاصه بهم. ومن خلال كل هذه السبل نستطيع ان نخفض الظلم وعدم التوازن في التنميه العالميه، وان يكون ذلك لفائده كافه البلدان من اجل النمو. الساده زملاء، ان مجموعه العشرين تتضمن توقعات كبيرة من المجتمع الدولي، وعلينا أن نتأكد أن مجموعة العشرين تلعب دورها على نحو كامل من أجل أن يكون الاقتصاد العالمي في طريق الرفاهية والاستقرار. أولا، فإن مجموعة العشرين يجب أن تكون متغيرة وأن تقود العالم إلى الأمام. مجموعة العشرين عليها أن تتكيف وفق الاحتياجات الخاصة بالاقتصاد العالمي، وأن تتحول من آلية للاستجابة إلى الأزمات إلى حوكمة طويلة الأجل. بينما المشكلات تظهر، فإن مجموعة العشرين عليها أن تتحمل مسؤولية الدور الرائد برؤية استراتيجية، وأن تضع التوجيه، وأن تشعل النمو من أجل النمو الاقتصادي العالمي. ثانيا، مجموعة العشرين عليها أن تحترم التزامها بطريقة كاملة. علينا أن نجعل مجموعة العشرين فريق عامل بدلا من أن تكون مجال للحديث فقط. هذا العام قمنا بوضع خطط عمل في مجالات عديدة مثل التنمية المستدامة، التمويل الأخضر، الكفاءة في مجال الطاقة، محاربة الفساد، وفي كل خطة يجب أن تتم تنفذ بدقة. ثالثا، إن مجموعة العشرين يجب أن تكون منصة للتعاون وأن تبني الجهود المشتركة التي تكون ذات فائدة للجميع. علينا نستمر في تقوية البناء المؤسسي لمجموعة العشرين، وأن نستمر وأن نعمق في التعاون. علينا أيضا أن نقدم المقترحات من أجل التطور والتحسن، وأن نلتزم بآراء البلدان جميعا بصفة خاصة البلدان النامية منها، حتى تكون مجموعة العشرين أكثر شمولية وأن تستجيب بطريقة أفضل لمطالب الشعوب في البلدان المختلفة. رابعا، أن مجموعة العشرين يجب أن تتحد كشركاء في مواجهة التحديات. إن مجموعة العشرين وبلدانها تختلف في الظروف الوطنية وفي المراحل التنموية المختلفة وتواجه تحديات شتى، ولكن علينا أننا جميعا لدينا أهداف مشتركة، أهداف قوية من أجل النمو والوفاء بمواجهة التحديات والتوصل إلى التنمية المشتركة. طالما نحن متحدين نستطيع أن نواجه الأمواج آتية في الاقتصاد العالمي، وأن نعوم ضد التيار، وأن نرى مستقبل أفضل للنمو. السادة الزملاء، من خلال الإعداد لهذه القمة، فإن الصين قد اتبعت مبدأ الانفتاح، الشفافية والإدماجي، وقد أبقينا على اتصالات وثيقة مع كافة الأعضاء الآخرين، وأيضا قمنا بحوارات بأشكال مختلفة واستمعنا إلى الآراء والمقترحات الخاصة بالأطراف المختلفة. أرجو خلال المناقشات خلال اليومين المقبلين أن نتمكن من
نعتمد على التآزر والحكمة حتى نجعل لقمة الهجو تفي بولاياتنا وأن تقوي وتعزز الاقتصاد والتعاون الدولي وأن نضمن النمو المستقبلي لمجموعة 20. فلنجعل هانجو نقطة انطلاق جديدة وأن نوجه السفينة سفينة الاقتصاد العالمي في رحلة جديدة من شواطئ نهر شانتون إلى المحيط الواسع. شكرا. الآن ننتقل إلى جلستنا الأولى، تنسيق السياسات وإيجاد الفريق الجديد من أجل النمو. السادة الزملاء المؤقرون، إن النمو هو المهمة الأساسية لمجموعة 20، فهي تتعلق بوظائف الناس، زيادة الدخل للشعوب وحياة الناس، هي في مركز الاقتصاد. كلمة الترحيب من الرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة 20 بهانجو، حيث أكد على أهمية مجموعة 20 كمنصة اقتصادية هامة في العالم، كما خطط الحدث. استمعنا مشاهدينا الآن لكلمة الرئيس الصيني في يعني افتتاح وانطلاق قمة مجموعة 20، اللي زي ما نوهنا أنه بيشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكيد هنستمع يعني إلى كلمات كثيرة وهنشوف هذه القمة يعني هتخرج بإيه وما هي